في شهر رمضان من كل عام يتكرر مشهد الزحام، وتبدو شوارع الأسواق الشعبية في مدن محافظة أبين بهذه الصورة طوال 30 يوما. لا عجب إذا عرف سبب الزحام، فالإقبال على شراء الوجبات الشعبية كبير جدا، لما لها من خصوصية فريدة في شهر رمضان، ويرتبط بعضها ارتباطا وثيقا بالمائدة الرمضانية. نحن في محافظة أبين في هذا المكان، سوق الشعبي سوق جميل، وبعد الأحداث اللي راحت أتحسن السوق ومواضيع جديدة، وفي هذا المأكولات الآن وصلت كل بيت في كل ذا، ونحن الآن يعني عندنا مأكولات مثل الباقية، مثل اللحوح، مثل أشياء يعني فرحانة، وهذه عادات في محافظتين ما في مأكولات مثلها في أي محافظات غير في هذه المحافظة. المخلم بشكله الذي يبدو اعتياديا يكمن اختلافه في مكوناته التي تعطيه مذاقا مختلفا، ليكون المخلم واحدا من الأصناف الشعبية المرتبطة بشهر رمضان فقط في أبين، ولا يجيد تحضيره إلا القليل من النسوة اللائي ما زلنا يحتفظن بتراث لن يستطيع الجيل الحالي الوصول إليه. يصلحوه من الحاب يعجنوه يعني الراهي يحمضوه، بعدين يستعملوا له قرص خبز في الماء يفوروه تفير وده حامض يفوروه، بعدين يعجنوه عجين الدقيق هذا الطحين اللي غدا معجون حامض، بعد يصلحوه كعك كعكوه يخبزوه في النيفة حتى ينجح، ما يخلوه يحرق ما يحرق لا يخلوه كذا بس يشمض كذا غدا ناجحوه، بعدين يخرجوه يصلحوه للدهن. تنوع وجبات المائدة الرمضانية هنا يجعل الأسواق مفتوحة في شهر رمضان أمام الكثير من الباحثين عن العمل، موفرا لهم مصدر دخل قد يكون مؤقتا لكنه يكسبهم مهارات فنية تسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.